مشوار جديد واكيد مواضيع جديده، ونتمنى للجميع نهايه اسبوع سعيده مليئه بالافراح والمسرات. الحقيقه اهل المدينه ان شاء الله دائما تكونوا بخير وبسلام، نهايه اسبوع سعيد ونتمنى لكم كل الخير ان شاء الله. راح نبدي من قصة الشاب حسن حمدان اللي بسرعة البرق يمكن كل أهل المدينة يعرفونه حاليا. حسن من العمارة، ماجستير علم الاجتماع، طلع من العمارة كان عنده هدف أنه يسير مشي على الأقدام من العمارة حتى يصل إلى يعني آخر نقطة في بلدنا العراق، حتى ينشر عنده رسالة يعني واضحة أعتقد الكل يعرفها، نشر السلام ويقول أن العراق واحد وماكو أحد يفرقنا، وهو يحمل هذا العلم موجود عليه خارطة العراق ومكتوب عليها العراق واحد. حسن الآن يتجول في إحدى المدن العراقية حتى نعرف وين هو هسه وشلون طريقة. كان أكيد راح يكون ويانا عبر الهاتف. هاي صور حسن في كل مدينة عراقية، الناس أيضا تحب أنه تشارك حسن الفعالية اللي يقوم بها حاليا، وهو المشي من العمارة إلى آخر نقطة في بلدنا، يوصل إلى كردستان ويريد يعني ينشر السلام في كل مكان من بقاع الأرض. فتشوفون صور حسن ما مخلي مكان، ما رايح زايرة. شوفون حسن هسه أمامنا في احدى الصور. حسن وحده من الامور اللي هو الطقوس اللي هو يعني تبناها انه اخذ مجموعه من الاكياس الصغيره ويضع في كل كيس حفنه من تراب المدينه اللي هو يمر عليها. اكيد هو عنده ايضا هدف اخر، خلينا نعرفه ايضا من خلال حسن اذا اتصلنا به وامن الاتصال. هو يعني تدرون لين يمشي فاكيد تكون الشبكه احيانا ما مؤمنه، فاحنا نريد نشوف بس شلون قاعد ياكل، شلون قاعد يشرب، شنو التقى، شنو اكتشف. اكيد واحد من يكون حاله لا الفكره انه هو يحب يمشي من هذا المكان من هاي المدينه لهاي المدينه، يعني هاي فكره حلوه وشلون اجت بباله. صح، والرساله اللي يحب يقدمها هي رساله واضحه، اكيد هو الحب السلام ووحده الوطن، هو وطن واحد يعني ما بي اي تفرعات، احنا نبقى احنا بلد واحد وعراق واحد. صح اكيد، ويعني حسن اكيد عنده تعلم اكيد اشياء كثيره وعلم كثير، لانه الموضوع من موجود هسه على الفيسبوك نشوف انه كثير من الشباب يباركوا له واجت لهم اكيد افكار اخرى. يعني حسن فتح افاق للشباب بانه كل واحد يقدر يعبر عن حبه للعراق، فحسن اختار هذه الطريقه اللي هو انه يمشي من العماره حد اخر شيء اللي هي دهوك حتى يعبر عن حبه للعراق. اذا هي تعبير عن الحب بطرق شتى، ومن ضمنها طريقه حسن. نحتاج الى طريقه فعاليات، واكيد فعاليات مثل فعاليه حسن حتى نبرز حبنا للوطن، حتى ناكد لمن يريد ان يفرق هذا الوطن انه احنا متكاتفين، انه العراق واحد. حتى اختياره ما اختار علم، لانه العلم عليه جدل واسع، اختار خارطه العراق اللي ما عليها جدل حتى تكون يعني حتى تكون هي شعار لكل العراقيين، وكتب عليها العراق واحد. تحيه لحسن، وللاسف يعني الشبكه ما جاي تخدمنا حتى نحصل حسن، ما نعرف يمكن في مكان ما بي شبكه، اذا حصلنا حسن خلال حلقتنا راح نتصل به حتى نطمئن عليه ونشوف شلون يقضي ايامه، يعني خاصه الليل يعني شويه صعب عليه اكيد في بعض المدن والجو بارد، فنريد نطمن على حسن واحواله، وبالتالي اذا وصل الى اربيل فهو اكيد راح يكون يعني ضيف اهل المدينه حتى نستقبله ونشوف رحلته وشنو اكتشف في هذه الرحله.
نعم. طيب هسه احنا حنروح ونرجع الى مواضيع اهل المدينه. بين المواضيع المهمه لاهل المدينه، اكثر الموظفات يعانون انه اطفالهم ماكو غرفه او دائره او دار رعايه الاطفال للموظفات. كثير من الموظفات يعانون من هذا الموضوع، انه هي تروح لدوامها وبالها وتفكيرها يم اطفالها، ايش يسوون، وين تخليهم. اغلب الموظفات تجيب ابنها او بنتها وياها للدوام، فتكون محتاره بين نارين، بين نار الوظيفه وبين نار طفلها. اكيد بكركوك عندنا تقرير نشاهد وجهه نظر اكثر الموظفات، لكن قبل ان ناخذ التقرير اكيد احنا من الخميس الماضي كنا قد نزلنا منشور عن هذا الموضوع، ويعني كانت سيده ناجدتنا قالت انه انا ما عندي دار او غرفه صغيره في احدى الدوائر في كركوك بالذات. هذا صورة الطفل اللي نزلناها على مواقعنا الاجتماعية لأنه طرحت الموضوع. الموضوع أثار جدل واسع، يعني أكو بين المؤيد والناقد والرافض لهذه الموضوع. لذلك إحنا حبينا أن نكون مو بس ننشرها كموضوع، وإنما أن نروح للدوائر ونشوف المشكلة حتى الناس اللي ما مقتنعة بالموضوع تقتنع بما يحدث للأطفال لما يأخذونهم أمهاتهم إلى الدوائر. شنو إلها مشكلة وإلها وللدائرة ككل. ففي كركوك بس احنا اللي اخرنا خلال الاسبوع هو موضوع الموافقات، لانه كل دائره لازم ناخذ من عندها موافقه. فمراسلنا في كركوك سلام استطاع انه ياخذ الموافقه ويصور معاناه الامهات. نروح نشوف شنو اللي صار في كركوك ونرجع. السلام عليكم. انت امها؟ نعم امها. نعم. ايش قد عمرها؟ 3 سنوات ونص. 3 سنوات. يومية جبنها وياك؟ اي نعم. شحال ما عندكم دار يعني حضانة هاي؟ لا والله ما عندنا. يعني من البداية ما بيها لو؟ لا انت شو صار لك متعينة انا؟ انا صار تقريبا 3 اشهر. 3 اشهر. وهذه 3 اشهر كلها هي وياك؟ اي وياك. اي نعم. زين. شحال عجب ماكو دار يعني حضانة بالدوائر الحكومية؟ والله ما اعرف صراحة. ما اعرف ليش ما يفتحون دور حضانه. ماكو دار حضانه موفر؟ اي نعم اكيد. اي اكيد. تعبتي هنا بالشغل هي؟ والله شوي تعبتي. اي نعم. شنو الضيقات اللي ضايقتك بيها هنا؟ يعني ما تقعد. حاضر. اي تحب تتحرك تروح تجي. السلام عليكم. مرحبا. انت موظفه ويا ام شنو هي؟ ام ايش؟ ام ايه. ام ايه. أم آية جايبة بنتها وماكو دار حضانة، تواجهكم مشكلة هنا بالدائرة؟ والله هي تتعب بأمها، مو إحنا يعني أمها تتعب وياه. والموظفة من شوية؟ إي طبعاً إذا أكو حضانة أحسن. طبعاً. ليش ماكو حضانة؟ يعني ليش ماكو اهتمام بالدوائر الحكومية؟ ليش دائماً بالخارج أكو اهتمام لطفل بشكل متميز يعني؟ صحيح، بس والله هاي ما أدري. لأن أنا ما عندي جهال، ما عندي هالمشكلة، ما أدري، بس لو أكو أحسن طبعا. مرحبا. بس ممكن تيجي هنايا على مود الشباك؟ مزوجة؟ لا لا أنت موظفة؟ أي موظفة. أنت موظفة ويا أم آية؟ أي. احكي لي آية شو بدي أسوي وياكم هنايا؟ يعني طبعا هي تعاني والله، يعني بعدها طفلة صغيرة، يعني صعبة هواي عليها. لو اكو دار حضانه بال اي طبعا احسن. افضل هنا؟ اي احسن. افضل. اي افضل. ترتاحون من الهوسه مالتها و... اي طبعا. هسه شوف هي قاعده تلعب بالمجال. اي حركه مو هذا الطفل لازم يكون حرك طبعا. الطفل يواجه مشكله من السجلات بال امور الموظفين يعني المراجعين؟ لا لا مو هالقيتها. يعني شوية عرقل حركة الأم، يعني الأم ظل يعني بارها وين ابني وين طبعاً هذا؟ طبعاً لازم. إيه طبعاً. بيكون دار حضانة. أي والله أحسن. أفضل أي والله. مرحبا. أهلا وسهلا. أم إيش؟ أم عمر. أم عمر. هذا عمر؟ بلي. أم عمر ليش ماكو دار حضانة بالدوار؟ والله ماكو دار حضانة، وأتكلم ماكو دار حضانة، بس إحنا هل قد نقول أني طبعًا عندي طفل ما أقدر أعوفه بالبيت، لأن تعرف الظروف الأمنية مو زينة،
ويعني مضطرة أجيبه للدوام. يعني يا حبذا إحنا نريد، يعني إحنا نطالب من دائرتنا بأنه يحطونا حضانة على مود أطفالنا ويانا، منها نشتغل ومنها إحنا متابعين أطفالنا، بحيث إحنا هم بنطلع أطفالنا ويانا، لأن ظروف مو زينة. يعني أنا أجي للدوام أعوف ابني بالبيت، فتح مثل ما يقول باب، أحد اعتدى علي، طفل لعب كهرباء، يعني تعرف. تحكي لي عمر، يعني ابنك هنايا، ويعني اكو بعض الدوائر يعني شفناهم طبينا جايبين اطفال وياهم عمره سنتين 3 سنوات، ما يواجهون مشكله الموظفين وهي الموظفه نفسها مشكله ويا الطفل؟ والله يعني حركه مالته طبعا يتحرك، بس انا 100 مره يعني يمد ايده هيك يروح هيك يطلع للباب، انا يعني اريد مثلا اكتب يعرقل سير العمل مالتي، يعني طبعا يسوي عرقله الطفل. لو كانت دار حضانه يا حبذا، لو دار حضانه موجود احنا هي مشكله يعني نتلافاها، واحنا نكون يعني ممنونين. مرحبا. يا اهلا وسهلا، هلا بيك اخويا. ام ايش حضرتك؟ ام عبد الله. ام عبد الله. ايه. عندك اطفال بالحضانه؟ عندي اطفال صغار، عبد الله وهبه اثنيناتهم. شو عمرهم؟ البنيه 3 سنوات والولد 4 سنوات. اجيبيهم وياك دائما؟ والله افطر، يعني اكثر الاحيان افطر اجيبهم وياي. واليوم ما جابتهم؟ والله اليوم لا، اليوم ظرف اخر صار ما جبتهم وياي. طيب تواجهون مشكله، يعني انتم الامهات يعني تواجهون مشكله بين اطفال الموجودين وياكم بدا؟ اي والله، اي والله، هالظروف هاي نجيبهم ويانا، وشويه حركاتهم يعني تاثر على شغلنا وتاثر على عملنا. ليش ما تخلوهم دار حضانه ما عندنا؟ ويا ريت يا ريت لو يسوون دار حضانه او رياض اطفال، حتى نخليهم ويانا، حتى المدرسه يعني وقت المدرسه هاي هي عود بعدين احنا نتكفل بيهم. ايه ان شاء الله وصلت رسالتك. الله يخليك، تسلم. خلينا نشوف هنا الاخت. مرحبا. اهلا وسهلا. ام ايش حضرتك؟ فيستين. وين بنتك؟ والله يا اهلي غير. يا اهلي. كم عمرها؟ 2 سنة و3 أشهر. طيب ليش ماكو دار حضانه بالدوائر الحكوميه؟ والله هاي تقصير من الحكومه. اي لازم عندنا احنا موظفات، وين نخلي اطفالنا؟ اذا واحده ما عندها اهل، ما عندها احد، يعني وين تخلي؟ أجيبوا إياها. أكيد. أكيد نقل الصبحيات شوارع ازدحام، يعني إذا أحكوا أحد بيته مثلاً 90 وين تودي؟ طريق ازدحام. والله يا يوم منجيب يعني أكيد ما نشتغل هالقد شغل. يعني يكون الأطفال موجودين ياكم صعب الشغل. إيه طبعاً، غير حروكين ما يقعدون. يعني إحنا همينا شغلنا هواية. فا يا يوم نجيبهم مو هالقد شغل، نخلي شغلنا على يوم الثاني. شو طالبين اليوم؟ يسوون حضانة، يسوون روضة، يسوون فد شي غير. يعني نحب هيك شغلات تصير بهيجي دوائر، يعني اكو دوائر عندهم بس احنا بلدية ما عندنا يعني. مرحبا استاذ. مرحبا استاذ. حضرتك انت المشرف، المهندس المشرف على المشروع؟ نعم نعم. شنو هذا المكان انشاء حيصير؟ حسب توجيهات السيد المدير البلدية بانشاء حضانة بهاي المنطقة على مود خدمة الموظف. الموظف عنده معاناة، عنده اطفال بالبيت يعني يبقى بالهم يمه، فهذا تعرف دائما يؤدي الى طلب اجازات وقتيه واجازات، فحتى نتخلص من هذا الموضوع فسيد مدير البلديه فكر بانشاء حضانه بهذه المنطقه، بنفس الوقت نعين كادر يعني يصير ايدي عامله، وبنفس الوقت الموظف يرتاح من يشوف طفله موجود قريب عليه، وحضانه مثاليه راح تصير بهاي المنطقه، يعني بها العاب ما العاب، الطفل يتسلى، وبنفس الوقت الموظف من يشوف طفله موجوده يم قريب عليه هو هم يرتاح، وبنفس الوقت يقدم خدمات افضل للمواطن. يعني شفنا مشكلة الأمهات الموظفات مع أطفالهم، من بدأت المشكلة تكبر والأطفال هم بدأوا يكبرون ويرحون مع يعني أهلهم، فكرت هذه الدائرة الحكومية الموجودة في كركوك لبناء دار حتى يبقون بها الأطفال طول مكوث أمهم أو أمهاتهم في الدائرة الرسمية أو الدائرة الحكومية. القصد انه احنا ما نريد من كل الدوائر انه تبني دار كبيره او حضانه، وبالتالي هاي ايضا يعني مبالغ كبيره، مثل ما احد كثير من التعليقات اجت حقيقه على الفيسبوك على هذا الموضوع انه هذا يحتاج الى اموال كثيره ويحتاج الى كادر.
الموضوع كله يختصر في غرفة صغيرة، يعني ما معقول احنا عندنا 20 موظفة كلهم أمهات وعندهم 20 طفل، أكيد 5-6، لكن 5-6 أكيد يعرقلون العمل بالنسبة للأمهات وبالنسبة للدائرة ككل وبالنسبة للأطفال. يعني الطفل إلى مكانه المخصص اللي المفروض أنه من حقه أنه يتمتع، أنه يلعب، أنه ينام، أنه يرتاح. فإحنا نطالب أن تكون غرفة صغيرة أسوة ببعض الدوائر الحكومية الموجودة في العراق. يعني الموضوع مو غريب عن العراق وإحنا جبناه من برا، وإنما أكو دوائر حكومية التزمت بالقضية وبنت غرفة صغيرة، أو هي أصلاً هيئت غرفة صغيرة ضمن الدائرة وخلت الأطفال يبقون بها وحطت لهم مربية واحدة أيضاً موظفة يعني، وبقى يكون الأطفال بها طول فترة بقاء الأمهات في الوظيفة. والموضوع أهم مهم إنه إحنا نريد إنه تكون للمرأة دور بالحياة. يعني شلون أكثر الناس تقول لك المرأة خطبطل وتقعد بالبيت تداري أطفالها، وأكثر التعليقات تقول هيك، لكن وين دورها بالحياة؟ والموضوع مو بس على مود الراتب فيما بعد التقاعد، لا، الموضوع إنه المرأة وين دورها بالحياة، إنه ضروري إنه يكون لها دور بحياتها، تحس إنه هي قدمت فتشي. إحنا إذا نقدم لها الشيء البسيط إنه تكون غرفة موجودة لرعاية الأطفال لأكثر الموظفات، بالتالي راح تكون لها دور بالحياة وأطفالها تطمن عليهم بين فترة وفترة. هي أكيد يعني إذا الموضوع إحنا يعني باقي مستمر، حال أي مراسل أيضا يحصل على الموافقة راح نصور سواء كان أكو دار أو غرفة صغيرة في هذه الدائرة أو ماكو، حتى نشوف معاناة الأمهات ونبقى ناشد يعني الدوائر الحكومية بتخصيص غرفة صغيرة تكون لكل الأطفال اللي يروحون مع أمهاتهم، حتى يعني يرتاحون الأمهات ويرتاحون حتى الموظفين، لأنه هواي اجت تعليقات إنه قالوا إحنا ما جاي نقدر نكمل شغلنا بشكل سلس، لأنه أكو أطفال يعني مضايقين بالمكان ومضايقين حتى اللي راجعون لي الدوائر الحكومية. فإحنا أيضا نناشد مرة أخرى كل الدوائر الحكومية بتسليط بجعل غرفة صغيرة في كل دائرة حكومية لأطفال. نعم، هسه هنروح لبغداد. في بغداد هناك بطولة الفنون القتالية المختلطة ببغداد، أقاموا حفلة هناك، خلينا نشوف البطولة في بغداد. مشاهدينا الكرام، هذه أجمل تحية نوجهها لكل من يشاهد برنامج أهل المدينة، ونلتقيكم اليوم من بغداد. اليوم احنا توجهنا لبحيرة الجادرية وحبينا نشوف وياكم بطولة تقام على أرض بحيرة الجادرية، بطولة الفنون القتالية المختلطة MMA اللي هي Mixed Martial Art. طبعا هذه البطولة تقام للمرة الثانية في بغداد، ومشتركين بها أبطال عراقيين على رأسهم أسامة جاسم محمد اللي هو بطل عالمي أخذ بطولة هذه الفنون القتالية بالصين. فحبينا نجي لبحيرة الجادرية ونشوف الرياضة اللي راح يقدموها لنا الشباب، خليكم ويانا من بغداد. نقوم بمشاركة بثمان أوزان ضمن مدرسة الكليفرز كونفو، أول مدرسة قتالية عراقية في العالم، واللي هي من إشراف وإبداع الخبير الأستاذ علي مجيد حسن اللامي. وهذه المشاركة لأول مرة من قبل مدرسة عراقية إبداعية اختصت بالفن القتالي بجانب إلى الفن التنموي اللي خاص بالعقل الباطني، لأنه مثل ما تعرفين حضرتك أنه المدارس العالمية المتواجدة اختصت فقط في القتال، ولكن نحن نريد أن نكون إنسان متكامل من الناحية العقلية ومن الناحية القتالية. مثل هيك الرياضات احنا نشوف هذه ثاني بطولة تقام في بغداد، شنو اللي انتم محتاجين لدعم مثل هيك بطولات حتى تنشرون كل أنواع الرياضة مو بس رياضة الـMMA بين الشباب؟ اولا مثل ما تعرفين حضرتك انه بطوله الـMMA هي بطوله للقتال المختلط، تجمع ما بين التايكواندو والكاراتيه والجودو والكيكوشينغاي والكيك بوكسينغ وباقي الفنون القتاليه. نحن اللي نتمناه من وزاره الشباب والرياضه ولجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب واللجنه الاولمبيه
أنه أولاً أن تعتمد مدرستنا، مدرسة الكليفرز كونفو اللي هي باختصار مدرسة الأذكياء أو المقاتلين الأذكياء، لأنه كليفر هو الذكي وكليفرز هم الأذكياء وكونفو هو المقاتل الماهر بالفنون القتالية. فنتمنى من الجهات المختصة اعتماد هذه المدرسة التي ستشارك اليوم بثمان أوزان. مرحبا، رحب بك قناة الشرقية وتحديدا برنامج أهل المدينة، ونحييكم على البطولة اللي تقدموها طبعا اليوم، نتمنى لكم الموفقية. بداية أنا حابة تعرفني بحضرتك. أوس حسين علي، لاعب منتخب وطني كيوكشينغاي. طيب احنا شرحنا عن هذه الرياضة، البطل العراقي أسامة، وأخذنا فكرة عنها. حابة أسألك كشاب أنت مشترك مثل هيك رياضة، شنو اللي تتمنى حتى تطورون نفسكم؟ شنو الدعم اللي تطلبه من أي جهة مسؤولة أو من حتى لو جهة أهلية؟ شنو اللي تتمنى يتوفر لكم كلاعبين لهذه الرياضة؟ ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. بطولة العراق الثانية القتال الخلية تقام هذه البطولة للمرة الثانية وحصرا في العراق. القتال هذا يعتمد على القتال الأرضي والواقف، تنتهي هذه ينتهي النزال بنقطتين، اما بالنوك اوت الضربه القاضيه او بالسبمشن الاخضاع. نطلب من الحكومه ومن وزاره الشباب والرياضه تلتفت لهيك رياضات فرديه، لان العراق بيبطال عرب وعالم ومحليين، يكفي اسمهم مشهور. احنا ما لقينا احد يعني مثل ما يقول واحد سمع علينا بهيك موضوع، ولا احد وصل لنا غير هذا. ما عندي يعني تحتاجون مثلا اماكن خاصه للتدريب؟ اماكن خاصه للتدريب، قاعات، كيج، هذا اول كيج بالعراق، لا اكو غيره قبله ولا بعد راح يصير اتوقع يعني هذا الشيء. وما لقينا اي دعم من ضمن اللاعبين، ولا من جهة أهلية ولا جهة حكومية. اختصاص لعبة الكيكشينغاي، فحبيت ادخل لعبة ال اشرح لي المشاهد شنو هذه الكيكشينغاي. الكيكشينغاي هي اعتبار لعبة النظامي واقف، نظام البوكس، نظام الرجل، نظام الركبة، نظام كل شيء مفتوح يعني، بس البوكس اللي بالوجه ممنوع. بس الرجل بالوجه مسموح. دخلنا هاي البطولة للام ام اي، هاي ثاني بطولة صارت على ارض الجادرية. البطولة الام ام اي اعتبار عن لعبة كاملة من كل اللعبات، تشمل الملاكمة، تشمل الكيكشينغاي، تشمل المصارعة، كل اللعبات تشمل يعني، بيها لعب مفتوح كله، حر، قتال أرضي، قتال واقف، قتال كل جوجوتسو، مصارعة، كل اللعبات بيها. نعم. طيب احنا طبعا بس ننوه مشاهدينا انه احنا دا نحكي بطل العالم، يعني نفتخر احنا يكون عندنا بطل عراقي برياضة جديدة هي على مجتمعنا يعني، انه انت اخذت البطولة هذه بالصين، احكي لي شوية على هذه البطولة. الحمد لله والشكر حصلت المركز الأول بالصين وأفضل مقاتل. لعبت على الوزن المفتوح، يعني وزني 80، ولعبت ويا واحد 117 ويا وقعت قاضيات 4 واثنين انسحاب. الحمد لله فزت بهذا اللقب. احنا يعني نأمل انه اليوم نشوف منكم رياضة حلوة وجميلة وان شاء الله بالموفقية، واريد منك كلمة تشجيعية للشباب على اي نوع من انواع الرياضة للمشاهدين الشباب اللي يشاهدونا هسه. نعم، هي اللعبة احنا عندنا قانون حب وطاعة واحترام. نعم. للاعب يعني اي رياضة، كل الرياضات هاي، لا يعني اللي ما يحترم اللي ما يحترم اللاعب الناس ما تحترمه. الحمد لله. نقول لكم الموفقية وإن شاء الله يا رب يكون العرض بحضوركم هنا. شكرا جزيلا. يعني تحية للشباب اللي يترك كل الأشياء السلبية ويتجه نحو رياضة معينة، وهي يعني هذا أحد الفنون القتالية المختلطة، شيء رائع وجميل أنه أقاموا بهالشكل بطولة جميلة وللمرة الثانية، معناتها دليل أنه نجاح هذه الرياضة. بس أنا تفاجأت أن الشباب لما سألوا قالوا إحنا ما عندنا دعم، يا ريت أنه وزارة الشباب والرياضة تتبنى مثل هالشكل مشاريع أو مثل هالشكل مباريات أو هالشكل بطولات أو هالشكل رياضات. بس اسالهم ترى وزاره الشباب والرياضه يعني مو شغلها هذا، يعني خافتوا متوهمين، هي بس شغلها المدينه الرياضيه بالبصره، بس هذا هو عمل وزاره الشباب والرياضه، فلا تفكرون انه تجون الها لانه الموضوع ما يخصها، يعني اصلا حتى ما تعرف يمكن اكو فنون قتاليه واكو
إقامة مباريات أو مثل هالشكل فعالية في بغداد. تحية لكم، ونتمنى أنه كل الشباب أيضا يبتدون بكم، أنه كل واحد يلتهي بما هو يحبه من الرياضة أحسن من يعني مثل ما يسمونهم هسه بالمصطلح الحدايق. واحد يلتهي بشيء مفيد، وموضوع الدفاع عن النفس أعتقد كلش مهم. الفنون القتالية هي وجدت مو واحد للمهاجمة وللمعارك، وإنما هي للدفاع عن النفس. زين، نرجع إلى حسن حمدان الشاب اللي حكينا به بداية الحلقة، اللي رحاله هو من العمارة يريد يوصل إلى دهوك ينشر رسالة السلام. ويانا حسن نريد نشوف هو وين. حسن حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله حسن. الله يحييك. الله يخليك. انت وين هسه؟ قل لنا وين وصلت في رحلتك. انا حاليا يم هلا بالموصل. بالموصل، حياك الله. طيبين في محافظه نينوى. حياك الله وحيا الله كل اهل الموصل. قل لنا شلون سفرتك. اولا انا رجل مو رحال، لان الرحال هو من ينتقل من بلد الى اخر. نعم. وانا انتقل في بلدي الذي هو جسد واحد. نعم. تحياتي لقناتكم الموقرة، كونها كانت هي أول قناة غطت مسيرتي من مدينة ميسان. نعم. من محافظتنا العزيزة. هاي المسيرة هي للقول كلمة بسيطة بأن العراق واحد. صحيح. بأن العراق غير قابل للقسمة، ليس فيه شيء يدعى أقلية. نعم. وأغلبية، ليس فيه شيء يدعى آخرا يطالبني البعض بأن أحترمه. نحن ليس بيننا آخر، الآخر هو من يأتي من الخارج، هو هذا الآخر. كيف لي أن أصف نفسي وأنا من مواليد 1987؟ أي عندما ولدت كانت هنالك حرب ناشبة في العراق، وكان هذا الذي يقولون عنه الآخر الآن يقف ويقاتل ويهب دمه من أجل أن أبقى أنا حيا. نعم. ومن أجل أن أكبر وأن أدخل الكلية. نعم. وأن أستمر بحياتي. هل يأتي اليوم شخص يقول لي هل تقبل بالآخر أم لا؟ أنا لا أقبل بالآخر لكونني حائر إلى هذه الساعة. كيف لي أنا أرد له الدين الذي وهب لي أبا أو أخا أو صديقا عزيزا، بغض النظر عن ما كان هناك، هل أنا مؤيد أم معارض لمسألة الحروب؟ بالتأكيد نحن لسنا معها، ولكن من يحمي العراق هو شرف تزدان به صدورنا. نعم. العراق واحد. نعم. هذه المسيرة أختي الفاضلة سببها سبب بسيط، أن هنالك تطاحن سياسي أخذ يفرز إفرازات خطيرة على الواقع الاجتماعي. لذلك وددنا أنا وغيري أن نرسل رسالة للجميع بأن الأقلية هم السياسيين، وبأن الأغلبية هم الشعب. نعم. ولن نخضع لأي كان، وإن كان الخباز غير جيد فلا يعني أننا لا نأكل الخبز مطلقا، بل سنقصد خبازا آخر. نعم. وهذه هي الرسالة التي وددتنا أن نشرها. نعم. من ميسان إلى دهوك. حسن. بأعلى. نعم. قمة بالجبل. حسن، اكتشفنا انه انت ما عندك رسالة وحدة، وانما رسائل، ولقب الرحالة اطلقوه عليك اهل المدن تتمينا لدورك، يعني يردون يعني يتمنون دورك، هذا الدور الكبير وهذه الرسائل العظيمة اللي انت جاي تنشرها بطريقك من العمارة حد ما وصلت حد الان الى الموصل. نعم حسن، اكيد بارك الله بك وبجهودك. احب اعرف المحطة الجاية حتكون باي مدينة؟ المحطة الجاية راح تكون في مدينة دهوك. نعم. دهوك. إن شاء الله توصل بألف سلامة. حسيت بتعب مشقة السفر من مدينة إلى مدينة؟ والله الحقيقة الاستقبال اللي كان من أهالي نينوى أو من أهالي الناصرية وتشديدهم على أنهم يودون المضي قدما معي مسيرا على الأقدام كان يذهب التعب بأكمله. وأتمنى من قناتكم الموقرة أن تكون متابعة لآلية حراك الشارع، وهو يراني ويقول لي سلمت يداك أيها العراقي الأصي. نعم. وأنا أبخر بأنني الآن أحمل راية مكتوب فيها العراق واحد. نعم إن شاء الله. أنت أيضا ماخذ أكياس صغيرة بها تراب من كل مدينة، مو صحيح؟ بالضبط بالضبط. نعم. هذا التراب اللي آخذه راح أمزجه بدورق زجاجي وأصوره. نعم. وأقول للجميع من يرغب بأن يفصل نفسه عن جسدنا
فليأتي ليأخذ ترابه ويمضي. نعم. وذلك غير ممكن للجميع لكون التراب إذا امتزج فلا يمكن أن يفصل بينه. نعم، شكرا حسن حمدان، حاليا في الموصل، وإن شاء الله يكمل رحلته بسلام ويرجع إلى العمارة إلى بيته وهو محقق أهدافه المنشودة اللي هو خرج من أجلها. طبعا أنا فرحانة يعني بهاي المبادرة وهاي المسيرة الحلوة، فدائما إن شاء الله أكيد راح يكون العراق واحد وما يتجزأ نهائيا. نرجع لمواضيع أهل المدينة، الموضوع اللي عندنا أنه حلقة الزواج، أكو آراء المتزوجين في حلقة الزواج، البعض يحب يلبسها والبعض ما يحب يلبسها، خلينا نشوف. تبليس الخطوبة بلنا كلنا، كوني بليس وبطوبة في عش حبنا، تبليس الخطوبة بلنا كلنا، كوني بليس وبطوبة في عش حبنا، نتهنى في الخطوبة ونقول من قلبنا، يا تبليس الخطوبة بلنا كلنا. احنا موضوعنا على الرجال اللي ما يلبسون حلقة، متزوج وما يلبس حلقة. انت بالبداية كنت لابس حلقة؟ والله انا كنت لابس بس هسه حاليا لابها. ايش قد بقيت لابس حلقة؟ بقيت سنتين. ليش بس سنتين يعني؟ والله يعني خاف تزعل. المرة وراك يعني. مرحبا. يا هلا وسهلا، مرحبا لبيك. انا يعني اغلب الرجال اللي سويت استطلاع قبل لا نجي نصور، اغلب الرجال مثلا اللي تساله يقول انه لابس حلقه مثلا فتره 3 ايام ورا الزواج ونزعها او شهرين. هسه انت سنتين، زين يعني انت حطمت الرقم القياسي. نعم اي والله. زين، ليش عادة الرجل انه ما يحب يلبس حلقة بإيده؟ والله هو مو ما يحب يعني، وانما يعني او شغله او يعني مجال عمله مرات. يعني شنو مجال عمله؟ يعني شنو اذا قلت حتى يشوف ان البنات حتى لا هيك قل لي ما نتزوج حتى يتزوج انه هيك يعني. والله يعني زين، طيب ليش الامرأة يعني شغلها بالبيت وشغلها خارج البيت يعني ما تضوج هالحلقة، ما تعيقها، دائما لابستها؟ والله بصراحة يعني المرأة يعني أوفى من الرجل بصراحة يعني. حلو، ترى واحد يحكي على نفسه. اي طبعا يعني أنا حكيت جاب بصراحة. نعم. يعني عندها التزامات أكثر من الرجل. نعم. إيه بصراحة. يعني هسا أنت لابس الحلقة، ما لابس الحلقة لأنه ما تريد بالدائرة أو بالمكان اللي أنت تشتغل به أنه أحد يعرف أنه أنت متزوج. والله بالضبط. يعني قدام زوجته راح تجاي. طيب شنو رايك انت؟ والله عادي يعني شلون عادي؟ هم اغلب الرجال ورا الزواج يلبون الحلقه، فبس الامراه تلتزم بالحلقه وتلبسها ما تنزعها نهائي، حتى لو كبيره العمر ما طبعا تحس اكو فد ارتباط والتزام يعني دائما، لانه هي تحب زوجها يمكن، فدائما تحب انه فد شيء باقي يذكرها او فد موضوع شد بينها وبينه. نعم، انت ما تعترضين انه نزعها اول بدايه يعني ما اعترضتي؟ لا بالبدايه اعترضت. نعم. بعدين استسلمت لامر الواقع. عندها ثقه. لا عندها ثقه موجوده. هي مو مساله يعني ثقه او بس، الموضوع انه ليش الرجل ما يلبس حلقه؟ ليش؟ والله يعني هي الاغلبيه صارت يعني الرجال ما يلبسون الحلقه. نعم. يعني هسه ما تعرفين المتزوج من ما متزوج، يعني حتى يعني حديثين الزواج. نعم. ورا فتره ينزعها. نعم. اي تبقى بس المراه. نعم. ملتزمه بها. هو زين زوجك صريح قال انه يعني ما نلبسها لانه على مود البنات مثلا. صحيح. او ما يشوفونا لابسين حلقه. صحيح، يعني شلون يعني عائق صار بايديهم رابط يعني فينزعوها ضايقهم. طيب من نزعها شنو مثلا العذر اللي قدم لك اياه؟ بما انه انت قلتي انا ضجت بالبدايه، شنو العذر مثلا المقنع اللي خلاك انه سكتي؟ يقول لي لو اخاف عليها تضيع. اي فحفظيها يمك ضميها. استسلم، ايش اسوي؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك؟ اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ الله يخليك، الله يسلمك. انت متزوج اكيد عرفناك من الحلقة. ان شاء الله متزوجين. ايش قصر لك متزوج؟
يعني عقد يعني تقريبا 8 7 عقدت. نعم. اي يعني 2012. يعني بعدكم ما داخلين؟ لا لا بعدنا. نعم. بعد. فلذلك انت لابس الحلقه. اي نعم. لابس الحلقه اي. لكن هي اذا تزوجت تنزع الحلقه؟ والله انا عانيت يعني بالفتره الاولى من الحلقه يعني ضجت من عندها يعني ما متعلم عليها وشي. نعم. اي وامرار انزعها، امرار البسها، امرار اشيلها بجيبي يعني ما ما البسها يعني وقت الضروره البسها. أي. طيب يعني شنو شنو تعليلك يعني شنو السبب انه الرجل او الشاب اللي مثلا خاطب حديثا او اللي متزوج حديثا انه ما يحب الحلقه بايده؟ ليش يعني؟ لانه فقط ما متعود عليها لو لان غير شيء؟ لا يحتفظ بالعزوبيه. اها يحتفظ بالعزوبيه يعني العزوبيه فد شيء حلو والزواج هم فد شيء حلو بس العزوبيه فد شيء احلى. حلو اعترافك. اي فد شيء يعني جدا راقي يعني من ما يلبسها. نعم. من يعني انت انت هسه قلت انه تحس يعني لما لبستها تحس انه هي مثلا نعم نعم تقيد تحس قيد. اي تقيد بالضبط. بس من ننزعها لا كل القيود تنفتح. انسى بعدك ما بعدكم ما داخلين اكو قيود بالضبط. اذا زوجت شلون؟ والله شوف لها حل لازم. طبعا هسه هي اذا شافت اللقاء على التلفزيون اكيد راح تزعل يعني. طبعا طبعا شيء اكيد هذا شيء اكيد. احنا بدون لقاء يوميا متعاركين على مود الحلقه ليش ما نازل ليش ما لابسها ليش نزعتها ليش كذا ليش كذا. تعرف ليش؟ لانه يعني الامراه يعني هذن التفاصيل الصغيره او الدقيقه يعني تحس بالضبط يعني تحب هاي الامور. بس انت شنو تشاب يعني وتزوجت وبرغبتك وكذا وكذا يعني ليش ما تريد تلبس يعني يعني انت مو مساله انه ما تريد تعرف انه احد يعني يعرف انه إيه انت متزوج إيه او لا. نعم. وانما لانه تقيدك يعني. نعم تحس نعم تقيد. نعم نعم اي بس هذا السبب. بس هالسبب هو طبعا السبب قوي. اي طبعا اي صريح جدا. شاكرين لك احنا جدا نتمنى لك حياه سعيده. شكرا لكم. شكرا للشرقيه اهلا وسهلا. انت يعني قد من زواجك ونزعت الحلقه بالنسبه لك انت شخصيا يعني؟ والله انا لي شخصين تقريبا حوالي 6 7 سنين وبعد بعد ما يعني 7 سنين لبستها؟ اوكي ونزعت الحلقه. ليش نزعتها؟ والله هي اولا انشغال الشخص بالانسان باشغاله مرات تنسيها يعني في مكانه. قلت لك وما تشكل فد شيء يعني تتوقعين بس يمكن تشكل فد شيء بالنسبه للجانب الاخر بالنسبة للمرأة. هذا الشيء مهم. هذا الشيء مهم. المرأة ما المفروض تنزع الحلقة ولكن نزع الحلقة من قبل الرجل لا يشكل شيء. أنا هذا في نظري. يعني أنت تحللها لنفسك وتحرمها على الزوجة. أنا ما أحللها لنفسي ولا أحرمها على الزوجة لا ولكن الزوجة عندما ترتدي يعني تلبس الحلقة إعلان للناس أنها أنا متزوجة تمام لو لا ولكن من هي متزوجة ونازع الحلقة احنا راح نطب متاهة اخر. هذا الشيء يفسر غير شكل بعد. ما اقدر اني استمر وياك بالهذا. طيب الزوجة انا اللي حسألك زين هو حكم الشخص المتزوج عنده الزوجات شلون ما لابس حلقة ماخذ 2 3 4 وما نازع حلقة شنو رأيك؟ هو انا السبب شنو رأيك؟ السبب ما لابس الحلقة سبب يمكن واحد متزوج نازع حلقته ولكن متزوج احنا مو لنا اربع زوجات اثنين وثلاثة كم متزوجين 4 وما لابس الحلقة شيدي هذا شو تفسري انت؟ هو هذا السبب مو القصد انه هو ما يحب زوجته ولا ولا فد انتماء مثلا ولا يشكل على انتماء لبيته او فد قطع وانما ليش ما يحب انه يلبس الحلقه. انت قلت فد 7 سنين ونزعتها. هذا مو شيء شخصي يعني مو شيء عام على هذا. انا اللي احس عيسي هواي كثير من الازواج من يكبر تكبر اولاده وتكبر بناته ويزوجون ويجوا احفاد الحلقه ما تشكل بالنسبه لشيء اخر ما تشكل بالنسبه لشيء. ليش؟ لانه شيء ما له ظاهر هو انسان كبير بالعمر فما اعتقد شكل فشيء مو هيك شيء. اوكي
احنا شاكرين لك جدا. الله يخليك، الله يحفظك، ومتفضل جدا، وهذه مشكله باللقاء. اشكرك ان شاء الله. شكرا. بس احب انتقل لحضرتك. لحضرتك مرحبا. اهلا وسهلا. شلونك؟ اهلا ومرحبا. شلون صحتك؟ الحمد لله. ايش قد صار لك متزوج؟ صار لي 30 سنه متزوج. ما شاء الله. حلقه موجوده ما شاء الله عليك. لان ما تطلع من ايدي. لانه ما تطلع من ايدي؟ لا لا تطلع من ايدي وبس. التزام هو ارتباط والتزام وشيء تصيحي له. اكو من يعني اكو بعض من الاشخاص هاي الامور يعني هي اكو صغائر الامور بس عندهم كبيره، يعني يحسون مثلا بارتباط بالنسبه للزوج او الزوجه تشكل لهم فد شيء كبير. انت اكيد تشكل لك هذا الشيء؟ طبعا اكيد اكيد، يعني احترام الزوجه والزوجه هم تحترم الزوج، يعني الزوجة هم ما تنزع الحلقة والزوج ما ينزع الحلقة المفروض يعني. أبدا ما نزعتها ولا يوم خلال هاي الثلاثين سنة؟ يعني بس مرات من واحد يغسل يديه بالصابون ينزعها ويرد يلبسها بس. أنا أحييك أحييك تحية كبيرة جدا جدا وأتمنى لك كل خير. شكرا جزيلا. شكرا لقناة الشرقية. يعني هذا الموضوع مثير للجدل، ويعني احنا ايضا هنا بالاستوديو اثار جدل واسع. فبس انا يعني باعتقادي الشخصي انه هو زواج شراكه، لكن على ان لا يعتدي على حريه الشخصيه لكل فرد، فبالتالي كل واحد حريته الشخصيه. يعني انا شخصيا مثلا ارتدي الحلقه لكن زوجي لا يرتدي الحلقه، ليش اتجاوز على حريته الشخصيه؟ انه خلص ما يقدر يلبسها، ما يحب يلبسها، ما يريد يقول انا ما متزوج. هاي حريته الشخصيه انه المفروض انه واحد لا يعتدي عليها. يعني هي صحيح شراكه لكن كل واحد وحريته. انا حريه شخصيه بس اذا يجيب ضره ما حتكون حريه شخصيه. لا ما توصل لها هي اذا واحد ما تضل الحلقه. صح، هو هذا الموضوع انه هي الحلقه ما اهم شيء هو الضميريه، ما حتاثر على الرجل اذا حب انه يتزوج الزوجه الثانيه او يخون. هي الحلقه بحد ذاتها ما حتاثر عليه، بس هو احترام بحد ذاته. صح، بس هي كفت شيء ترى ابائنا واجدادنا اكثر التزام بموضوع الحلقه من شباب اللي يتغير للاسف. نعم، نحب نذكر بصفحات التواصل الاجتماعي اللي من خلالها تتواصلون ويا اهل المدينه، واول صفحه هي صفحه الفيسبوك. وصفحه تويتر. واكيد ذكركم بصفحه الشرقيه الوحيده والرسميه على الفيسبوك. صفحتنا الوحيده والرسميه لقناه الشرقيه. هذه هي صفحتنا. واي صفحه اخرى يعني غير مسؤولين عنها. هذا كل ما كان عندنا اليوم، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام في أمان الله. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.